المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط يستقبل الجمهور بعد افتتاح الرئيس السيسي له واستقباله المومياوات الملكية. مجلس الأمة الأردني يؤكد حسم المملكة محاولة استهداف أمنها وتضامن عربي ودولي معها في إجراءاتها للحفاظ على الأمن والاستقرار. التموين تعلن بدء توريد القمح المحلي منتصف الشهر في 450 موقعا وتؤكد عدم استلام أي أقماح بالشون الترابية. نشرة أخبار ثانية من التلفزيون المصري. السلام عليكم. بدأ المتحف القومي للحضارة بالفسطاط استقبال الجمهور بعد افتتاحه رسميا أمس، حيث قررت وزارة الآثار والسياحة تخفيض سعر التذكرة للمصريين والأجانب بنسبة 50% لمدة أسبوعين لزيارة قاعة العرض المركزي، ويتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها، على أن يتم استقبال زيارة للقاعة بداية من 18 من أبريل الجاري الذي يوافق يوم التراث العالمي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل موكب المومياوات الملكي المهيب الذي يضم 22 ملكا وملكة من ملوك وملكات مصر القديمة لدى وصوله مقره الجديد بالمتحف القومي بالحضارة للفسطاط، بعد رحلة استغرقت 45 دقيقة من المتحف المصري في ميدان التحرير ووسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حملت المومياوات على عربات مزينة من الطراز الفرعوني وصولا إلى متحف الحضارة، وتعرض المومياوات داخل صناديق حديثة مزودة بتقنيات لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة أكثر تقدما من تلك الموجودة في المتحف المصري، كما ستعرض كل منها منفردة إلى جانب التابوت الخاص بها بطريقة تشبه المقابر المدفونة تحت الأرض للملوك، مع ملخص تعريفي عن كل ملك وكل القطع الأثرية المرتبطة به. هذا واستحوذ موكب المومياوات الملكية على وسائل الإعلام العالمية، حيث تمت وسائل الإعلام الألمانية المرئية والمسموعة والمقروءة بالموكب المهيب معتبرة أنه سابقة فريدة من نوعها، وسلطت الضوء على ملوك وملكات مصر القديمة، كما اهتمت الصحافة الفرنسية وصحف أوروبية عدة بالحدث واعتبرته حدثا فريدا، وسلطت الصحافة الأمريكية على رأسها الواشنطن بوست الضوء على نقل المومياوات ووصفت الموكب بأنه لا مثيل له، وسلطت وسائل الإعلام الصينية أيضا الضوء على الرحلة الذهبية للمومياوات في موكبها المهيب من المتحف المصري بالتحرير لتصل إلى مقرها الدائم والأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وصفة إياها بالموكب الأسطوري الفريد. كذلك اهتمت وسائل الإعلام العربية بالحدث واعتبرت المشهد المهيب لنقل المومياوات دليل على عظمة الشعب المصري الحارس على الحضارة الفرعونية الفريدة. ومصر لا تبدأ من مصر القريبة، إنها تبدأ من أحجار طيبة، حيث يعد المتحف القومي للحضارة نموذجا فريدا في الشرق الأوسط، حيث إنه تم تدشينه عام 2002 في منطقة الفسطاط ليضم آثار الحضارة المصرية كاملة وليست مرحلة بعينها، وتم افتتاحه جزئيا عام 2017 بقاعة تعبر عن الحرف والصناعات المصرية القديمة من خلال 500 قطعة أثرية تعرض تطور الحرف المصرية عبر العصور المختلفة، ذلك قبل أن يتم افتتاحه رسميا تزامنا مع الحدث العالمي لنقل موكب المومياءات الملكية إلى المتحف. المتحف القومي للحضارة المصرية أيقونة فريدة
الوحيد من نوعه في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا. هنا تجسدت كل مظاهر الثراء والتنوع الذي تمتعت به الحضارة المصرية خلال مختلف العصور، بدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر. ننتقل للعصور ما قبل التاريخ والأدوات والحضارات المختلفة اللي فيه، بعد كده بتكلم عن الدولة الحديثة والدولة القديمة والدولة الوسطى في العصور الفرعونية، إلى جانب حضارة الجروك رومان والفترة القبطية والإسلامية والحديث، حتى بتكلم عن التراث. بربط ده كله ببعضه باللي أنا بقدر أقول إيه الحضارة المصرية أثرت في إيه من خلال الاستمرارية في العرض. المتحف يقع في مدينة الفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص عام 640 ميلادية كأول عاصمة في الحقبة الإسلامية المصرية وسط القاهرة. تعود فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1982 عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومي للحضارة ومتحف النوبة بأسوان. وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي لمتحف الحضارة بالفسطاط، وتم وضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002. تبلغ مساحة المتحف نحو 33 فدانا، منها 130 ألف متر مربع من المباني، ويحتوي على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والعربية. ويتزين موقع المتحف ببحيرة طبيعية نادرة هي بحيرة عين السيرة. ويستطيع الزائر من خلال قاعة عرض فجر الحضارة التعرف على البدايات الأولى لملامح الحضارة المصرية في عصورها المبكرة. المشروع يعني مصمم خصيصا للمواطن المصري عشان نعرف المواطن المصري حضارته كان شكلها ايه ونخليها تربط معاه، بالإضافة إلى عند روج السياحة بيشرفنا وبيزور المتحف زوار أجانب وعرب وأفارقة، والمتحف مفتوح لكل الطوائف ورسالته لكل الناس أن الحضارة المصرية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وأنها دايما بتطلع جديد كل يوم. أهم ما ينفرد به متحف الحضارة هو قاعة عرض المومياوات التي صممت خصيصا لعرض المومياوات من ملوك وملكات مصر الفرعونية، والتي تهيئ للزائر أجواء منطقة وادي الملوك. هنا مصر، هنا الحضارة. شريف رضوان، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو نجاح في مختلف المجالات. وفي مستهل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المشهد الحضاري لموكب نقل مومياوات ملوك وملكات مصر، وكذلك لنجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، مؤكدا أن الكلمات لا تكفي وأننا نشكر الله على هذه المنحة الإلهية في الأمرين، فهي دافع قوي لكل مصري في مجال عمله في بلد راسخ في الثقافة وكل مناحي العمل. السادة الأعضاء، يسعدني أن أتقدم باسمي وباسمكم جميعا بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بنجاح المصريين في ملفين في غاية الأهمية لا تقتصر أهميتهما على مصر فقط، وإنما امتدت للعالم أجمع. الملف الأول هو نجاح جهود تعديل مسار سفينة الحاويات الجانحة إيفر جيفن في قناة السويس بسواعد مصرية خالصة وفي وقت قياسي، رغم كل التعقيدات الفنية التي جعلت البعض يتوقع أن تستمر الأزمنة لفترة طويلة. هذا النجاح في تعويم السفينة أثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، وبعث برسالة طمأنينة للمجتمع الدولي بشأن الإدارة العالية المهنية لأحد أهم الممرات الملاحية في العالم. أما الملف فهو نجاح الإدارة المصرية أمس
في نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها القديم بالمتحف المصري بميدان التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تمت عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي يليق بعظمة الأجداد وأصالة الأحفاد على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وفي مشهد حضاري أشاد به القاصي والداني. أعلنت وزيرة الصحة والسكان نهال زايد تلقي 148,987 شخصا من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد حتى اليوم، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. جاء ذلك في اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان مع وكلاء الوزارة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية لمتابعة العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة. وراجعت الوزيرة آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات وفقا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقيهم اللقاحات حرصا على الصحة. هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس تسجيل 710 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة، كما أعلنت الوزارة خروج 438 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155,886 حالة حتى اليوم. إلى تايوان، حيث وصلت الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من خلال برنامج مشاركة اللقاحات العالمي كوفاكس، وأوضحت السلطات في تايبي أن الشحنة مكونة من 199,200 جرعة من لقاح أسترازينيكا من إجمالي 10 ملايين جرعة تم التعاقد عليها. أكد مجلس الأمة الأردني أن السلطات حسمت ما وصفه بالمساس بأمن الأردن واستقراره على أثر الاعتقالات التي طالت مسؤولين أمس. جاء ذلك خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والأعيان بمناسبة مئوية المملكة الأردنية. وخلال الجلسة شدد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات على تصدي بلاد بكل حزم لكل يد تسعى للعبث بأمنه، مؤكدا أن وطنه عصي على التآمر والفتن. من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الوقوف خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ودعم ومساندة كل جهد يقوم به من أجل الحفاظ على أمن الأردن واستقراره. وأعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن الشقيق وقياداته المتمثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها ضد أي محاولات للنيل منها. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مصر تؤكد أن أمن الأردن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة من كل سوء. كما توالت ردود الفعل العربية والدولية المؤيدة للأردن والداعمة لقرارات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. في هذا السياق أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن تضامنه مع الأردن في صيانة أمنه واستقراره. كما أعلنت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين والعراق واليمن ولبنان عن دعمه من العاهل الأردني وما اتخذه من إجراءات لضمان أمن واستقرار بلاده. كان مصدر أمني أردني قد أكد أمس اعتقال مواطنين اثنين الشريف حسن ابن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية. من جانبها وصفت الخارجية الأمريكية العاهل الأردني بالشريك الرئيسي للولايات المتحدة مؤكدة كامل الدعم له.
أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخين قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية شمال العاصمة بغداد التي تضم عسكريين أمريكيين. يأتي الهجوم الذي لم يسفر عن ضحايا قبل 3 أيام من انطلاق حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن. بدأت القوات الإريترية انسحابها من إقليم تجري في شمال إثيوبيا عقب تقارير تتهم هذه القوات بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان هناك. وأعلنت ذلك وزارة الخارجية الإثيوبية مشيرة إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبي تولت حراسة الحدود. كانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى من أعضاء مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى قد طلبت منذ يومين بانسحاب سريع وغير مشروط للقوات الإريترية من إقليم تجري على أن يعقب الانسحاب عملية سياسية مقبولة لدى الشعب الإثيوبي. في رسالة عيد الفصح دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى وضع حد لأعمال العنف في سوريا واليمن وليبيا، ودعا في عظته بكاتدرائية القديس بطرس المجتمع الدولي إلى تشارك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع الدول الأكثر فقراً، واصف مواصلة النزاعات وسباقات التسلح في خضم الجائحة بأنها مخزية. أحيا الأنبا كريكور أوغستينوس مطران الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية في مصر قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة تريزا بمصر الجديدة. حضر الاحتفال عدد من أطياف الشعب المصري ومندوب رئاسة الجمهورية، كذلك مندوب الكنيسة الأرثوذكسية ومشيخة الأزهر الشريف. عند مساء سبت النور أبريل 2021 الأرمني الكاثوليك في إحياء لقداس القيامة المجيد. مشاركات الحضور جاءت من الكنيسة الأرثوذكسية ومندوب رئاسة الجمهورية وكذا الأزهر الشريف، وحضور من مسيحي ومسلمي مصر، ووسط تباعد يحافظ على الموجودين من كورونا على صوت مطران الكنيسة نحو السلام لمصر والمصريين. وبقيامة السيد المسيح أصبح لنا طريق في السماء وأصبح لنا مكان في السماء، فالسلام هو أهم حاجة بين الناس وبعضها والمحبة. وهذا ما أتمناه، أن نبقى إلى آخر يوم ونحن على الأرض يدا واحدة، إيمان واحد، وشعب يعمل لبناء هذا الوطن وازدهاره والدفاع عنه. وأيضا أريد أن أشكر أنا الجيش الباسل الذي يضحي بكل غالي ونفيس لكي يحافظ على كل شبر من أرض الوطن. القيامة المجيد عند الأرمني الكاثوليك في احتفالهم به كان المقابل له من الحاضرين رسائل حب من شركاء الوطن، رسائل توضح احتضان مصر للكل على مر التاريخ لما لا، ففي البدء لجأ إليها المسيح وأحب وأحبوه أهل مصر. كل عام وأنتم في أمن وأمان وبين إخوانكم وشركائكم في الوطن، أتمنى لكم مزيدا من المحبة، مزيدا من السلام، مزيدا من التآخي، مزيدا من الرحمة، ليعم السلام على العالم كله. أحب أعيد على كل الشعب المسيحي بكل طوائفه وعلى مصر كلها مسيحيين ومسلمين، لأن احنا دايما بنشارك بعض كل المناسبات. والنهاردة كان عندنا مناسبة جميلة جدا كمان، اللي هي نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الفسطاط، ودي كمان مناسبة حلوة قوي بتجمعنا كلنا مع بعض. والنهاردة كان عندنا بدل العيد عيدين. لسيدي عيسى عليه وعلى سيدي محمد الصلوات من الله والسلام. لسيدي عيسى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. من كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة، أحمد نبيل، التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، ونعود إلى نشاطات مجلس الشيوخ الذي وافق من حيث المبدأ في جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف مواجهة التنمر، حيث يدعو مشروع القانون لتغليظ العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، ووضع حد أدنى لعقوبة الحبس لمدة 1 سنة ولعقوبة الغرامة تصل إلى 50,000 جنيه، وبحد أقصى مقداره 100,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
للمزيد من التفاصيل معي مراسل أخبار مصر من مجلس الشيوخ محمود إسماعيل. محمود، تم الموافقة؟ نعم محمد، بعد التحية، منذ قليل فرغ المجلس من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصدر بالقانون رقم 10 لعام 2018. المجلس وافق نهائيا على مشروع هذا القانون الذي يأتي بهدف حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة صور وأشكال التنمر، كما أنه يأتي أيضا في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق العدالة والمساواة بين كافة أطياف الشعب المصري وترسيخ للقيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية بالمجتمع المصري. كما ذكرت محمد، مشروع هذا القانون يعني يأتي بهدف تغليظ العقوبة على من يمارس أو يقوم بالتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنة. وإذا من قام بالتنمر أو إذا وقع التنمر من أكثر من شخص أو كان التنمر من قبل الجاني، إذا كان المجني عليه خادما لدى الجاني أو من أصوله أو مسلما إليه بمقتضى القانون، تضاعف العقوبة لتكون مدة لا تقل عن بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه. المجلس وافق نهائيا على مشروع هذا القانون. بعد ذلك شرع في استعراض تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري. إنشاء هذا الصندوق يهدف إلى عدة أهداف، منها نشر الدعوة الإسلامية في الداخل والخارج ومساعدة أجهزة الدولة في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية وأيضا مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية وكل ما يتعلق بالأمور الاجتماعية، من شأنه تحسين الأمور الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وينص مشروع هذا القانون على أن تنشأ هيئة الوقف الخيري وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقر هذا الصندوق يكون مقره القاهرة وله الحق في إنشاء فروع أخرى في باقي المحافظات. المجلس وافق على مشروع هذا القانون من حيث الموقف المبدأ، ورفعت الجلسة مؤقتا وسوف يعاود مجلس الشيوخ انعقاده لاستكمال النقاشات حول مشروع هذا القانون. شكرا جزيلا لمراسل أخبار مصر الموجود الآن في مجلس الشيوخ محمود إسماعيل، شكرا جزيلا. أخبار المال والأعمال النشرة الثانية، أهلا بحضراتكم. قال علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تجهيز 450 موقعا لاستقبال القمح المحلي بدءا من 15 أبريل ولمدة 3 أشهر، مشددا على أنه لن يتم استلام أي أقماح بالشون الترابية. وأشار المصلحي إلى أنه من المتوقع استقبال حوالي 4 ملايين طن قمح هذا العام. وأوضح المصلحي أن سعر توريد أردب القمح المحلي سيكون 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و 705 جنيهات للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط. وأضاف وزير التموين إلى أنه سيتم سداد مستحقات الموردين بعد 72 ساعة، مشيرا إلى توفير الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح. أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن السوق المصرية أصبحت لديها قدرة كبيرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة سواء مصرية أو أجنبية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير هشام توفيق نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر العقاري الأول لمؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان نتعاون للمستقبل. وشدد توفيق على اهتمام الحكومة وترحيبها بمشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، خاصة مشروعات التطوير العقاري. ويشارك في المؤتمر كبار المطورين العقاريين وصناع القرار في القطاع العقاري الحكومي وأعضاء اللجان البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ.
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الوزارة تنفذ خطة للتطوير الشامل لجميع ورش السكك الحديدية، تتضمن تزويدها بأحدث المعدات أولا بأول. وخلال جولة التفقدية لورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، أشار الوزير إلى أن الخطة تشمل إلى جانب تطوير الأسطول الحالي توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، وصل منها حتى الآن 295 عربة وستة قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة إسبانية، ومن المنتظر وصول أول قطار منها في يوليو القادم. سجلت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع وسط اتجاه بيعي من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات الأجنبية، وانخفض المؤشران الرئيسان إي جي إكس 30 بأكثر من 1%، في حين سجل المؤشران إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100 نسبا تراوحت بين 8% و 1%. قررت هيئة الرقابة المالية السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية بهدف تعظيم كفاءة سوق المال. وشدد محمد عمران رئيس الهيئة على أنه لن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة. وحصلت 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، كما أن الرقابة المالية كانت قد سمحت في أوائل الشهر الماضي لشركات التقسيم بتقديم خدمة تقسيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعا لقيمة العجز في الميزان التجاري ليبلغ 3.15 مليار دولار يناير الماضي مقابل 3.85 مليار دولار على أساس سنوي بنسبة انخفاض 17.9%. وأشار المركزي للإحصاء في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 8.4% ليبلغ 2.50 مليار دولار في يناير مقابل 2.72 مليار دولار على أساس سنوي، إلى جانب تراجع قيمة الواردات بنسبة 13.9% لتبلغ 5.65 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 6.57 مليار دولار. نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تردد عن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق تزامنا مع اقتراب شهر رمضان. وأكد المركز أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% إلى 20% بجميع المنافذ التمويلية والمجمعات الاستهلاكية، فضلا عن أنه تم ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية. ختام النشرة، ونذكركم بأهم ما عرضنا. المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط يستقبل الجمهور بعد افتتاح الرئيس السيسي له واستقباله المومياوات الملكية. مجلس الأمة الأردني يؤكد حسم المملكة محاولة استهداف أمنها وتضامن عربي ودولي معها في إجراءاتها للحفاظ على الأمن والاستقرار. مشاهدينا الكرام، ودوما يمكنكم متابعة برامجنا والمزيد من الأخبار في موقعنا masbiro.eg. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا.